في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل ما تربينا وتأسسنا دائما دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب الفلسطيني داعم مستمر، وهذا قرار الحمد لله نحن كمواطنين في دولة الإمارات سعداء به، ونشوف أن قيادتنا جاءت في الوقت المناسب في اتخاذه، وأصبح الكثير من العالم ينظر له بنوع من التقدير والاحترام، أن في النهاية نحن راح نكون يمكن طريق بداية الطريق لحل أزمة لها يعني مدة طويلة يمكن عاصرها كثير من الأجيال. أيضا المساهمة الأكبر في أنه راح تدعم بذلك السلام في المنطقة، يكفينا في هاي المنطقة أن نسمع عن حروب، يكفينا أن نسمع عن أزمات، يكفينا عن كل يوم نشاهد يعني دماء في قنوات وفي الأخبار في كل مكان. نتمنى أن نشاهد الناس وهم يحتفلون وهم أيضا يبرزون إنجازات مختلفة. أصبح من يعني من الضرورة أن ينشأ جيل جديد يرى يعني التآلف والمحبة والسلام في هذه المنطقة.